بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الأستاذ الدكتور الأخ العزيز محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، مندوب معالي رئيس مجلس الوزراء الأكرم، أصحاب المعالي والفضيلة والعطوفة والسعادة جميعا، أخوات الفاضلات الواعظات، أحييكم في هذا الصباح الطيب بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم بتحية الإسلام على أرض السلام، مصر المحروسة بإذن الله تعالى، مصر العروبة والإسلام، أرض الكنانة التي كانت وما زالت تقدم لهذه الأمة الخير العظيم. لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يختلف الناس فيما بينهم بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه، واختار الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان هو خليفة الله تعالى على هذه الأرض، وهذا الخليفة الله سبحانه وتعالى ما جعله واحدا، ولا جعل بني الإنس أو جنس الناس أمة أو أمة واحدة، وإنما شاءت إرادة الله عز وجل أن يكونوا مختلفين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والاختلاف بين بني البشر واقع لا محالة، بل إن الدعوة اليوم إلى رفع الاختلاف هي دعوة إلى المستحيل، ولكن الأقرب من ذلك كيف نعالج الاختلاف؟ علاج الاختلاف يكون بالحوار البناء، وما سوى ذلك من وسائل فالاستقراء بين أنها ليست فعالة. الاختلاف ظاهرة صحية، فهو يطرح أمام المنصف والعاقل مجموعة من الحلول ومجموعة من الآراء لينتقي الإنسان أفضلها فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. لذلك كان الاختلاف ظاهرة صحية، ولذلك أراد الله تعالى الاختلاف، وما ولا أدل على ذلك من الثروة التشريعية الهائلة الفقهية التي تركها لنا علماؤنا في كتب التراث، والتي ننتقي منها اليوم بضوابط فقهية ما يصلح حال الأمة في كل زمان ومكان. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك الحوار في القرآن الكريم، وحاور النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة الكثير من المخالفين، ربما لا يتسع المقام لذكر أمثلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى النجاشي، وما ذاك الحوار بين جعفر رضي الله تعالى عنه والنجاشي إلا دليل على أهمية الحوار في شريعتنا الإسلامية وفقهك الحضاري. وكان الحوار حتى بين الصحابة والعلماء وعلمائهم، لكن كان يطغى على الحوار أيها الإخوة أدب جم، وكان يطغى على الحوار ويغلف بفقه حضاري عز نظيره في العالم، عندما نقرأ كيف اختلف أئمتنا سابقا وكيف تعاملوا مع بعضهم البعض. وأقول أولا، نحن اليوم بحاجة إلى الحوار بيننا في الداخل الإسلامي قبل أن نكون، بل بمقدار من الأهمية في الحوار مع غيرنا، ولننظر إلى واقعنا أيها الإخوة اليوم، ولننظر إلى واقع الحوار وتعاملنا مع اختلافاتنا الداخلية فيما بيننا كمسلمين. علماؤنا قديما اختلفوا مع بعضهم البعض،
لكن ضربوا أروع الأمثلة في آلية الاختلاف. ما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في زيارته إلى العراق وصلى في المسجد الذي بجانب قبر أبي حنيفة، فما قنت في صلاة الفجر فقيل له في ذلك، فقال والله احتراما لصاحب هذا القبر. ثم قال أبياتا من الشعر يمدح الإمام أبي حنيفة. ونحن نقول اليوم هؤلاء أقران في الفقه، لكن هذه القرانة وهذا الاقتران في الفقه كان سببا في تأليف القلوب وزراعة المحبة والمودة في قلوبهم. فقال لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة. هكذا كانوا في فقههم أيها الإخوة، وهكذا كانوا في حوارهم. يقول يونس بن عبد الأعلى ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، خالفته يوما في مسألة، ثم لقيني بعد ذلك فأخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يحسن أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. الإمام أحمد كان يقول ما صليت منذ 40 عاما إلا وأنا أدعو للشافعي. يقول له ابنه عبد الله من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ قال يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وما زلنا نتنسم أدب هذا الخلاف وأدب هذا الحوار، ونحن نقرأ في رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك وهو يخالفه ويحاوره في كثير من المسائل، لكن انظروا إلى الأدب الجم الذي كان في هذه الرسالة العلمية العملية. لكن التساؤل الذي يطرح أيها الإخوة ويطرح علينا جميعا في زماننا هذا، لماذا غاب هذا الأدب الجم عن فقهنا الحضاري؟ ولماذا غاب هذا الأدب في الحوار عن واقعنا اليوم؟ والجواب الذي أعتقده أن هذا الأدب غاب اليوم بسبب انتماءات أيديولوجية وفكرية وحزبية وتيارات أحدثت فوضى فقهية جرفت معها العقول والقلوب، فأصبح الانتماء إلى جهة معينة يرسخ لدى الإنسان قناعة شخصية أن هذا هو الحكم الذي يريده، ويريد أن يحاسب الناس على قناعاته هو لا على أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا أخطر ما يمكن في الفقه الإسلامي، أن تتشكل لدي قناعة قبل أن آتي إلى الحوار المثمر البناء، وقبل أن أناقش الآخر الذي أختلف معه أنني أريد أن ألزمه بقناعاتي، فإذا خالف ما أقتنعه أنا حكم علي بالفسق والفجور وربما بعلماء السلطان وإلى غير ذلك من الأوصاف التي نسمعها اليوم للأسف. وربما كشفت كثير من الوقائع اليوم وأحداث اليوم وما نمر به اليوم هذا الواقع وهذا التيار في زماننا. أقول أيها الإخوة هذا كان واقعنا اليوم إذا تحدثنا عن الحوار بين أتباع الدين الواحد. فمهمة العلماء اليوم ومهمة الدعاة أن يسلكوا مناهج الحوار الصحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حملنا مسؤولية فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه سيكون هناك بعد ذلك جاهلين وسيكون مبطلين وسيكون غالين، أي أن هؤلاء سيتواجدون وأن هؤلاء سيشوهون الدين، وواجب العلماء هم الذين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا كثيرا أيها الإخوة، لكن ما كنا نرى في اختلافاتهم إلا المودة والرحمة وإلا المحبة
وإلا احترام المخالف وعقل المخالف. اليوم نحن بحاجة إلى حوار بناء في داخلنا الإسلامي، نبني بيتنا الداخلي، نتفق جميعا ونجعل هذا الاختلاف الذي بيننا هو أساس لوحدتنا. فعندما تكون النيات صافية والمقاصد شريفة لا يغيرنا من أي طريق نصل ما دامت الغاية واحدة، وهي الوصول إلى رضا الله عز وجل، أو الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح الذي نريده إذا كانت النية صافية. لكن عندما تدخل الاتجاهات وتأييد طرف معين وأحزاب وإلى غير ذلك، عندئذ هذا يؤثر في النيات فيجعل الغاية هي موافقة الاتجاه الفلاني أو الاتجاه الفلاني أو الاتجاه الفلاني. هذا في الحوار في الداخل الإسلامي. أما حوارنا مع غيرنا نحن المسلمين، فإذا كانت الحاجة إلى الحوار مع خارج الصف الإسلامي قديما حاجة ملحة، فإن الحاجة اليوم هي أشد، لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي. كان في سابق الأيام الطاعون يقع في عمواس فيبقى في عمواس، يقع الطاعون مثلا في بلد معين فيبقى في هذه البلد. لم تكن التواصل وسائل التواصل المادية، ولم تكن طائرات ولا فيسبوك ولا تويتر ولا غيره، ولم يكن الفضاء مفتوحا كما هو اليوم. لكن اليوم الحوار مع الآخر يحتاج إلى أساليب، ويحتاج إلى أن نفعله في مع الآخر. فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة، ظهر كوفيد كورونا في الصين بعد شهور قليلة كان في جميع بلادنا العربية والإسلامية وكان في العالم أجمع. هذا يستدعي الحوار مع الآخر دينيا وثقافيا واجتماعيا للوصول إلى الحلول التي تنفع الإنسانية اليوم، لأن العمل الإنسان اليوم يجب أن يكون عملا مشتركا لصالح الإنسانية جمعاء. وإذا غاب الحوار اليوم عن الإنسانية فإن هذا سيعود على الإنسان بلا شك بالويل والثبور. وأنا ضربت مثالا في مرض معين، لكن هذا ينطبق على حياتنا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. والإسلام أمرنا أن ننفتح على الحوار مع الآخر في كل أطيافنا، سياسيا وثقافيا واجتماعيا وفي كل أنواع حياتنا. وإلا ما أرسل جعفر رضي الله تعالى عنه إلى النجاشي، وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا ورسائل إلى ملوك الأرض يحاورهم ويجادلهم ليصل معهم إلى ما فيه صالح الناس في دينهم ودنياهم. لا أود أن أطيل أيها الإخوة، فالمقام لا يتسع أكثر من ذلك، لكن في النهاية اسمحوا لي أن أشكر هذا البلد الطيب الذي عودنا دائما أن نجتمع على ترابه. حفظ الله تعالى مصر وجعلها دائما محروسة، وحفظ الله تعالى جيشها، وحفظ الله تعالى أمنها، حفظ الله تعالى رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. حفظكم الله جميعا وبلاد العالم الإسلامي والعالم أجمع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.